بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي متابعي تلفزيون اليوم السابع، أهلا وسهلا بحضراتكم. بنقدم لحضراتكم بث مباشر جديد من محكمة جنايات المحلة الكبرى، مجمع جنايات المحلة الكبرى، وتحديدا محكمة جنايات المحلة الكبرى رقم 2، واللي بتنظر اليوم قضية مقتل الشاب أمجد الرفاعي، واللي ضحية حادث القطار الشهير منذ عدة أشهر. المحكمة النهاردة بتنظر أولى جلسات المتهم بقتله برئاسة المستشار جمال أبو المعاطي رئيس الدائرة الرابعة جنايات المحلة الكبرى. يعني خليني أقول لحضراتكم، تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم الأحد أولى جلسات المتهم بدفع الطالب أمجد الرفاعي من قطار المنصورة المحلة الكبرى اللي سرقت هاتفه المحمول والذي لقى مصرعه متأثرا سقوطه من القطار. كانت النيابة العامة بمدينة بمركز المحلة الكبرى قررت إحالة المتهم عمرو المتهم للمحكمة المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات بعد قيامه بدفع الطالب أمجد أحمد الرفاعي من قطار المنصورة طنطا بالقرب من قرية محلة خلف بدائرة مركز سمنود بعد محاولة المتهم سرقة هاتف الطالب المحمول بالإكراه. الواقعة يعني كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بمصرع شاب سقط من القطار يدعى أمجد أحمد الرفاعي قرب قرية محلة خلف بدائرة المركز، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بقوات من الشرطة ورجال البحث الجنائي إلى محل البلاغ، حيث تبين من التحريات الأمنية أن الشاب الضحية مقيم بمنطقة شكر الكتلي بمدينة المحلة الكبرى، وتبين أن المجني عليه كان يستقل قطار المنصورة القادم من محافظة الغربية وهو وشقيقه التوأم عائدين للمحلة من المنصورة بعد قضاء أجازة استعداد لبدء العام الدراسي، وأثناء تواجده على باب القطار حاول أحد الأشخاص مجهولي الهوية سرقة التليفون المحمول الخاص بالمجني عليه، وأثناء اعتراضه دفعه المتهم ليلقي الشاب بحذفه أسفل عجلات القطار مما أدى إلى بتر يده وقدمه ثم وفاته لاحقا متأثرا بإصابته. تم مناظرة الجثة حيث تبين أن المجني عليه أصيب ببتر يده وقدمه مما أدى لوفاته، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية ورئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة الكبرى ورجال المباحث الجنائية بالمديرية وضباط مباحث مركز سمنود. نجح فريق البحث بتحديد هوية المتهم من خلال التتبع بكاميرات المراقبة، وتم ضبطه والوصول إلى مكان اختبائه وإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتجديد حبسه حتى صدور قرار إحالته للمحكمة الجنائية. واليوم أعزائي متابعي التلفزيون اليوم السابع هو نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالب أمجد الرفاعي ابن مدينة المحلة الكبرى بمحكمة جنايات المحلة برئاسة المستشار جمال أبو المعطي رئيس الدائرة الرابعة جنايات المحلة الكبرى. خليني اقول لحضراتكم، اسرة الضحية الشاب امجد كان ليها تصريحات معانا في اليوم السابع، واللي اكدت فيه نزاهة ثقتهم الكاملة في القانون وطالبوا بقص العادل. اليوم هو نظر اولى جلسات المحاكمة، يعني الجميع يرتكب الاجراء اللي هيتم النهاردة ان شاء الله واللي هنعرضه لحضراتكم بعد قليل.
أعزائي متابعي تلفزيون اليوم السابع، ده كان متابعتنا لحضراتكم والعرض أهم قضية موجودة اليوم محافظة الغربية، وهي نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالب أمجد الرفاعي ابن مدينة المحلة الكبرى بعد محاولة سرقته وإلقائه من القطار. المحاكمة اليوم بتتم في محكمة جنايات المحلة الكبرى للدائرة الرابعة برئاسة المستشار جمال عبد الماضي. ان شاء الله احنا مستمرين في متابعه كل ما هو جديد على حضراتكم التلفزيون اليوم السابع. كان معكم محمد طارق مراسي اليوم السابع محافظ